احنا هستأذنكم بس ان احنا معانا على التليفون الباشمهندس هشام نصر، وهو رئيس اللجنه المنظمه لبطوله العالم لكره اليد ورئيس الاتحاد المصري لكره اليد. باشمهندس هشام صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا كابتن كريم. بدايه كلام طبعا لا نملك غير كل تحيه وتقدير، طبعا ده كان مش كلامنا، ده كلام العالم كله فيما يتعلق بتنظيم مصر الرائع الحقيقه لكاس العالم لكره اليد مصر 2021. فبنهني حضرتك، بنهني كل القائمين يعني على هذه المنظومه المتكامله الحقيقه، وبتهيألي مفيش انسب من حضرتك اللي جاوبنا على نفس السؤال اللي كنا بنساله لكابتن محمد من شويه، فكره ان مصر تصدت لحدث كبير جدا، حدث عالمي في توقيت غير مسبوق بتفاصيل غير مسبوقه بطبيعه الحال. فحضرتك تقول لنا كده على نوعيه التحديات اللي انتوا اضطريتوا تخوضوا فيها وكيفيه التغلب عليها. اتفضل يا باشمهندس. اولا الحمد لله ومبروك على اسره كره اليد المصريه والعربيه، وكمان مبروك للشعب المصري. كان كره اليد دايما عند حسن الظن في اسعاد الجماهير المصريه. الحمد لله كمان على غير النتيجه على تنظيم البطوله. تنظيم البطوله دي بالذات بتضيف لمصر التميز. العالم في التوقيت ده اختارت الاسهل وهو تاجيل البطولات او الغائها. صحيح. لكن مصر الموضوع مع الاخذ في الاعتبار بتطبيق فكره البقاعه والاحترازات الطبيه الشديده اللي تم تنفيذها الحمد لله لحد النهارده تقريبا اليوم ال 12. الحمد لله كانت على اعلى مستوى وردود الفعل اكثر من رائعه. انت حضرتك بتسطر تاريخ وتشجع الدول على ان الحياه لازم ان تستمر. لو طبقت مجموعه الاجراءات اللي هي اللي اتطلبت عشان نتقي شر هذا الوباء اللي موجود، تقدر اي دوله تنظم بطوله لو اخذت من مصر الجايد او الكونسبت اللي هي عملته وتضيف عليه بناء عن ظروف كل دوله. فالحمد لله على التنظيم على افضل ما يكون. شبكه تعاون خطيره من جميع افراد الاتحاد او اللجنه المنظمه او الدوله اللي سخرت فعلا بدون مبالغه كل امكانيات الدوله علشان سمعت مصر. صحيح. واعتقد ان ده اتحقق بنجاح الحمد لله. طيب باشمهندس هشام طبعا صباح الخير على حضرتك، وانا عايزه بقى اروح من الجزء التنظيمي للجزء اللي على الارض بقى. احنا بنتكلم هنا عن المستوى، انا عايزه اروح مع حضرتك لده، وكنت لسه بسال كابتن محمد يعني راي حضرتك ايه في المنتخب من بدايه المونديال لحد دلوقتي، وفكره برضو الروح اللي موجوده لدى البعض ان يا جماعه الماتش اللي جاي ده ماتش قوي جدا للدنمارك، يعني ربما تكون نسبه فوز المنتخب المصري يعني قليله او في صعوبه، فخلينا نسمع راي حضرتك في هذا الموضوع. طبعا بصبح على كابتن محمد وانا سامعه وهو بيقول تحليلاته المضبوطه على فريق منتخب مصر، لكن ان انا عايز اقوله ان برغم النتيجه دي اللي اتحققت الحمد لله، انا رايي الشخصي ان كان ممكن كمان نوصل لابعد من كده، لكن خلينا نحط الامور في نطاقها. المنتخب طبعا بسبب كورونا ودي امور خارجه عن ارادتنا، الاعداد بتاعه ما كانش كما يجب، ما كانش فرصه المعسكرات الخارجيه والماتشات مع مستويات اعلى لم تتحقق بالصوره المطلوبه. ورغم كده الولاد بذلوا مجهود عالي جدا مع فرق عالميه مستوى كبير، انك تحافظ على ان انت تبقى في الثمانيه الكبار لكاس العالم لتاني مره، على الرغم ان المره دي في 32 فريق واخر مره كانوا 24 فريق. صحيح. بدايه المباراه الاخيره امس طبعا في ضغط عصبي كبير جدا على اللعيبه، عليهم مسؤوليه كبيره ان الماتش حياه او موت علشان يطلعوا في الثمانيه الكبار، وده اللي اثر في بدايه المباراه على اللاعبين. كان في عدم دقه في التصويت من نجوم كبار المفروض ما بيضيعوش يعني الكور السهله ديت. لكن الميزه الاهم اللي حصلت وزي قال ما قال الكابتن محمد فعلا كان مجرد الكوتش بتاعهم اخطا في اصراره على ان هو يخلي الجون فاضي في التوقيت ده، فعلا قدرنا نرجع للمباراه
وده نتيجة تركيز من اللعيبة وإصرار على غير العادة يعني في الفرق المصرية إنها ترجع من بعيد وتخش المباراة وتكسب فرق اثنين. أنا شخصيا كنت أتمنى إن المباراة تنتهي بالفوز، لكن الحمد لله إن إحنا طلعنا بهذه النتيجة وبقينا من الثمانية الكبار. إن شاء الله المباريات القادمة كلها هتنتهي بالفوز. إحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعودة لضيفنا العزيز.